أهلا بكم في زوايا الحدث. بين نار الميليشيا وجحيم الانفلات الأمني ترزح مدينة تعز، تعددت أطراف الموت وارتفعت أعداد الضحايا، فالناجي من قذائف الميليشيا لا يستطيع كما يبدو النجاة من رصاص القاتل المجهول الذي يجوب المدينة ويختار ضحاياه بعناية. من يوم إلى آخر يرتفع منسوب الاغتيالات، خطر لا يقل فداحة عن أفعال الميليشيا بحق سكان المدينة المحاصرة، علاوة عن الأهداف التي تقف وراء تكرار هذه العمليات التي تسعى على ما يبدو إلى خلط الأوراق بين أطراف المقاومة الشعبية في المدينة المحاصرة. وبينما تتجه بعض الأطراف إلى تحميل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن الوضع القائم، فإن الأخيرة تتحجج بقلة الإمكانيات وتأخر الشرعية في تقديم الدعم اللازم لإرساء الأمن والاستقرار. وبين هذا وذاك تشتغل كتائب القتل ويتدهور الوضع الأمني أكثر فأكثر. نتوقف عند هذا الوضع الشائك لنناقشه في محورين: من هي الجهات الخفية التي تقف وراء الاغتيالات وما هي أهدافها؟ وما أسباب إهمال الملف الأمني في تعز من قبل الحكومة الشرعية؟ عامان من غياب الدولة في تعز وعودة جديدة لشبح الاغتيالات، فبعد اتساع رقعة الاختلال الأمني وغياب فاعلية السلطة المحلية كانت النتيجة من جديد ارتفاع آخر في عدد الضحايا. هكذا أضحى المشهد في المدينة التي كانت الأولى في مواجهة الانقلاب، وهكذا أصبح الوضع مرشحا لزيادة أعداد الضحايا من المدنيين والعسكريين. عمليات الاغتيال وصل آخرها إلى أكثر من 3 عمليات خلال 2 فقط، كان ضحيتها عدد من المدنيين وقيادات في المقاومة، فيما لم تلقى تلك الجرائم بحسب أبناء المدينة أي تفاعل من الأجهزة الأمنية التي ما زالت الأخرى تشهد شللا تاما في أغلب مناطق المحافظة. جرائم الاغتيال التي تحدث في المدينة بين الفينة والأخرى سبقها أيضا عمليات ممنهجة استهدفت العديد من القيادات العسكرية على يد فصائل مسلحة. الانفلات الأمني وغياب فاعلية أجهزته وانتشار الجريمة من قبل جماعات تحرص على الظهور بشكلها العقائدي المتشدد كان العنوان الأبرز في هذا المشهد، وأصبح هاجسا يؤرق المحافظة التي ما لبثت من كسر جزء للحصار الذي فرضه عليها تحالف الانقلاب في الفترة السابقة لتدخل في دوامة الاغتيالات. تعود تعز لتخوض اختبارا آخر هذه المرة في طريق ترسيخ الأمن والاستقرار وتجاوز ويلات الحرب التي شنتها الميليشيا على المدينة خلال العامين الماضيين. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. ينضم الآن إلينا من تعز نائب مدير الأمن العقيد محمد عبد الله المحمودي. أهلا بك سيادة العقيد. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة قناة بلقيس واهتمامه بالملف الأمني. حياك الله سيادة. نعم، إذا هناك تطور مخيف لتكرار حوادث الاغتيالات في تعز، أنتم في الواجهة كأجهزة أمنية، أين هو هذا الدور في الوضع القائم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفاكم أخي العزيز بأننا في محافظة تعز ما زلنا محافظة نقود المعارك لتحرير المحافظة وفك الحصار المفروض على مدينة تعز منذ 2 سنين. هذا الوضع خلق إشكاليات كثيرة في عودة الجهاز الأمني، حيث أن الجهاز الأمني يعتبر جهاز مدمر كليا، كل بنية التحتية كل أجهزته. الجهاز الأمني يعمل بقصر جهده بالإمكانيات المتاحة لديه. بقدر استطاعته بما يستطيع أن يحقق الحالة الأمنية بحجم المستطاع أو ما نستطيع أن نفعله، وذلك بغياب دور الحكومة الشرعية، غيابه كامل في محافظة تعز من حيث إعادة السلطة المحلية وأجهزة الدولة كاملة. الجهاز الأمني الآن يرث هذا المجهود كامل، غياب الدولة في مؤسساتها الكاملة تعكس أعباءه على الجهاز الأمني. لا وجود القضاء، لا وجود النيابة العامة، لا وجود لسجون للسجن المركزي، وخروج عدد كبير من القتلة والمطلوبين أمنيا من السجن المركزي أثناء اقتحام الحوثة للمحافظة. هذا العبء تتلقاه الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، وهي
تكاد تكون لا تملك شيء لمقابل نشر الأمن في المحافظة المترامية الأطراف. طيب بعد تحرير ما الذي تملكه الأجهزة الأمنية سيادة العقيد؟ الأجهزة الأمنية من إمكانات كما قلت لك خرجت بعد هذه الحرب يعني مدمرة تدمير كامل، جميع الأجهزة الأمنية مدمرة، لا تمتلك إدارة الأمن غير الإمكانيات البسيطة، خمسة أطقم كانت تمتلك خمسة أطقم وبعض الأفراد، يعني هذا لا يقوم بمقام قوات قس وليست من إدارة أمن تدير 5 مليون نسمة. تم الهجوم على جهاز الأمن في تاريخ 23/1 ما أدى إلى الإطاحة في الجهاز الأمني بالكامل وتدمير معداته وقتل أفراده، إطلاق عدد من المساجين، مما أدى إلى الشلل الكامل للجهاز الأمني. كان الجهاز الأمني بدأ يبني القاعدة الأمنية بشيء من البساطة والتروي وحقق بعض الإنجازات البسيطة، إلا أنه تم القضاء على الجهاز الأمني كامل، بعدها أتت الفوضى كاملة. نعم أستاذ محمد، أرجو سيادة العقيد أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا الآن قائد اللواء 22 ميكا اللواء صادق سرحان، أهلا بك سيادة اللواء. حياكم الله. الله شكرا لك ولبارك الكريم. الله ما تقوموا من توضيحات. نعم سيادة اللواء، ما هي الأسباب برأيك وراء هذا الانفلات الأمني الذي تشهده تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لله ما يحدث في تعز فعلا مأساة بما تعنيه الكلمة من معنى، فالاغتيالات التي تحدث والاختلالات الأمنية يعني كبيرة جدا ومؤثرة علينا في داخل المدينة وخارجها. فالاغتيالات التي تحدث فعلا مشاكل متعددة الأشكال، منها يعني ما هو مبرمج و يريد إحباط المقاومة في تعز، ومنها شخصية ومنها بين فئات، وهذا كله يعني يسبب على الأمن وعلى استقرار المدينة، وكذلك يؤثر تأثير سلبي على المقاومة التي ضحت بكل رجالاتها من جرحى ومن شهداء وجرحى. هذا يعني مأساة كبيرة يعني ويجب معالجتها يعني. طيب من هي هذه الأطراف التي تقف وراء العمليات التي تحصل في تعز؟ الأفراد اللي يقفون خلف هذه العمليات. نعم. يعني مثل ما قلت لك هذه مشاكل متعددة وهي كلها تصب في الإخلال الأمني. فهناك اغتيالات نعتقد انها يعني منظمه، وهذا يجب على الجهاز الامني بتعز ان يكون لديه الملف الامني متكامل على الاقل كي يحدد من خلف هذه الاعمال. ففعلا مثل ما قال ضيفك ان الامكانيات التي بحوزه الامن او القوات المسلحه يعني لا ترقى الى قيام بكثير من الاعمال، فهناك كثير من العجز في الإداري والتسريع في الأمن أو في القوات المسلحة. هذا نحن نطالب السلطة الشرعية بقيادة الأخ المناضل رئيس الجمهورية على اللبتة الفعلية في استكمال الجانب العسكري والأمني في تعز، حتى نكون قادرين على قيام بتأدية الواجب في الشكل الكامل. نعم طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيادة اللواء. أعود إلى نائب مدير الأمن العقيد محمد عبد الله المحمودي. سيادة العقيد الآن، ما هي الأسباب التي تقف وراء تأخر الدعم من قبل الحكومة الشرعية لكم في الأجهزة الأمنية في تعز؟ بالنسبة لهذا السؤال هو يجب أن يتوجه إلى الحكومة الشرعية. ما الذي يقال لكم؟ يقال معروف أن الحكومة كاملة انهارت، البلد انهار انهيار كامل اقتصاديا سياسيا، وإعادة بناء يجب أن يتكاتف الجميع لإعادة بناء الدولة. ورمز وجود الدولة أساسا بعد الحرب هي وجود أمن داخلي، الجبهة الداخلية. أنت يا أخي سألت ضيفك العزيز عميد صادق سرحان أحد ناضلي محافظة تعز وقائد المجلس العسكري ما هي الدوافع للقتل.
يمكن تلخيص هذه الدوافع كما أشار له بأن هناك دوافع لهذه الاغتيالات، من أهمها الدوافع السياسية ودوافع جنائية ودوافع الحالة الاقتصادية التي وصلت إليها مدينة تعز من الفقر والتجويع ناتجة عن الحصار وخطة عفاش في هذا البرنامج. دوافع من قبل الحوثي وعفاش، خلط الأوراق الداخلية وإضعاف الجبهة الخارجية وتحسين وذلك لتحسين شروط التفاوض واسترضاء الخارج بورقة داعش والقاعدة والجماعات المتطرفة. وهذا ظهر جليا في خطابات المخلوع وقيادة الحوثي في الفترة الأخيرة تجاه مدينة تعز. كما أيضا لا نستطيع أن ننكر ضعف الجهاز الأمني في محافظة تعز، ضعف الجهاز الأمني وكذلك ضعف الجيش الوطني، عدم استكمال بناء الجيش الوطني من أجهزة ومعدات وإعاشة وكذلك إعطاهم التسليح الكامل والتسريع في دمج هذا الجيش يؤثر على الحالة الأمنية تأثير كبير جدا. في هناك دوافع، نقول الدوافع الجنائية، هناك دوافع كثيرة جدا، هناك اللهم خروج كثير. ألو، نعم معك سيادة العقيد، لكن دوافع جنائية، هناك كثير من الحالات الاغتيال تم اغتيال، هناك كم في عدد من القتلى والمتهمين بالقتل في السجن المركزي خرجوا أثناء اقتحام تعز، استهدفوا بكثير من عمليات القتل. كذلك هناك دوافع جنائية، سرقة، كثير من الجرائم كان ناتجة عن سرقة سيارة أو سرقة موتور أو سلاح الشخص، لأنه حالة التجويع الذي مورست والتفقير الذي مورست على محافظة تعز لمدة 3 سنين أثرت تأثير اقتصادي كبير جدا، ويجب أن ننبه الحكومة الشرعية للالتفات لهذه النقطة بالذات. نعم، طيب دعني أعود إلى ضيفي الآخر. سيد صادق، ما هي يعني الآن هناك من يقول إن الوضع هو نتيجة، يعني هذا الوضع الأمني والانفلات الأمني هو نتيجة لسيطرة بعض الفصائل المعينة في المقاومة الشعبية وانسحاب الجيش من الواجهة، هل هو كذلك؟ أولا بالنسبة لما يحدث من مشاكل سيارات أو اغتيالات أو غيرها، أنت تعرف أن لا زال الجهاز الإداري في تعز، ومن أهم الأجهزة القضائية والأمنية، يعني من أهم الأجهزة، لم يتم حضورها بالشكل المطلوب إلى حد الآن. لا يوجد عندنا النيابات، لم تتفعل، القضاء لم يتفعل. هذه الجوانب هي التي تساعد الجانب الأمني في عملية استكمال ملفات أمنية وحل قضايا. ولهذا أي مشكلة صغيرة، سرقة سيارات مثلا، سيارة، لم يتم يعني إحالة الجاني إلى القضاء، لم يتوجه المجني عليه إلى القضاء في تقديم شكوته. هذا تؤثر سلبيا وتضخم أي مشكلة صغيرة، تضخمها أمام الرأي العام أو أمام الإعلام. فهذا من الضروري أن النيابة والنيابة العامة أو النيابة العسكرية يجب أن تكون في مقدمة بناء الأجهزة الأمنية أو القضائية في حل مثل هذه الإشكالات. بالنسبة للعدو، فعلا يستهدف المدينة يعني بشكل مستمر ومديريتها. المقاومة لن تحتز أمام مثل هذه الأعمال التي تحصل في داخل المدينة إطلاقا، نتيجة لترابط الجبهات والجيش الوطني في الجبهات، يعني يؤدي واجبه على أكمل وجه، بحيث أنه لن يحقق العدو بالداخل أو بالخارج من تحقيق ما يريد. فالجبهات أنا أقول لك أن وضعهم بخير الحمد لله، مع النقص الشديد في بعض الإمكانيات، ولكنها لن تعتز أمام هذه الأعمال ولن تدخل بمثل هذه المهاترات إطلاقا. ولهذا كل الناس يلاحظوا كل المشاكل التي تحصل في داخل المدينة، الجيش الوطني في الجبهات صامد ويصد ويهجم ويعمل أعمال كثيرة لن يتأثر بما يحدث في داخل تعز. طيب بهذا، هل هناك نوع من التنسيق بين قوات الجيش الوطني وكذلك الأجهزة الأمنية لمحاولة إما الاكتساب من الخبرات أو تعزيز يعني فكرة الدولة بداخل تعز؟ فعلا بالنسبة للأجهزة الوحدات العسكرية
والاجهزه الامنيه. نحن نشكر الاخ العقيد المحمودي، هذا من الرجال اللي فعلا لهم ادوار في المقاومه وفي تحقيق الامن وعمل جاهدون على تحقيق الامن. لما هذا يعني اللي نلمس منه. فالاجهزه العسكريه تعمل على بناء يعني وحدات امنيه لتدعم الامن، ممثلا مثلا الشرطه العسكريه الان في صدد بنائها وحدات امنيه بالوحدات. ولكن هذا مع النقص الشديد الموجود يعني نشكي منه اداريا وعسكريا من ناحيه الاسلحه والذخائر والتغذيه واشياء اخرى اداريه للقوات المسلحه لم يتم يعني توفيرها. فنحن هذا الجانب نطالب الجهات المسؤوله المتمثله بقياده المحور والمنطقه وكذلك رئاسه الاركان على ان يتم استكمال هذه الجوانب حتى نستطيع ان نقوم بواجبنا على اكمل وجه. نعم، طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي. اعود الى سياده العقيد محمد عبد الله المحمودي نائب مدير الامن. يعني سياده العقيد، الان هذه الحوادث على ما يبدو تتكرر بشكل مستمر، يبدو ان الامر مخطط ومحسوب له، كيف يمكن التصدي لهذا الامر ومواجهته بشكل منظم ايضا او بشكل مخطط؟ المشروع كبير جدا وتقوده حكومه المخلوع، وهو كلنا يأس المخلوع من الانتصار العسكري او سيطرته على البلد، هو يستبدل الصراع الى صراع داخلي لنشر الفوضى والتطرف. يجب ان يكون اجنده لدينا ولدى الحكومه الشرعيه مواجهه للاجنده التي يستهدفه المخلوع واعوانه في المناطق المحرره. من اهم هذه الاجندات التي يجب ان تدعم الجهاز الامني وان تدعم الامن في هذه المناطق، اولا هو سرعه الدعم من قبل الحكومه الشرعيه والتحالف لبناء جهاز امني حقيقي في محافظه تعز وفي المحافظات الاخرى. ثانيا التسريع بعملية دمج الفصائل في الجيش الوطني التي بدأت، وعدم السماح بالوجود خارج هذا الإطار، إطار الجيش الوطني، وتحديد مهمة هذا الجيش في عملية التحرير والمسائل الداخلية. كذلك يتم على الحكومة الشرعية أو أن تتخذ، يجب عليها سرعة اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة في إعادة السلطة المحلية والإدارة في تعز وبالذات السلطة القضائية. كما نطالب لتقليل مخاطر هذا الاستهداف وهذا البرنامج الذي يريد أن يغرق المناطق المحررة في الفوضى، دعم الحكومة والتحالف لإعادة الدولة في تعز بعيدا عن الخلط السياسي واستخدام ورقة الدعم واستخدام ورقة الدعم لدعم هذا الفصيل أو ذاك، بل يكون هذا الدعم موجه إلى السلطة المحلية ممثلة في محافظة المحافظة والجيش الوطني ممثلة في قائد المحور والجهاز الأمني ممثلا في القائمين على هذا الجهاز، وإلا ستكون المخاطر كبيرة جدا. وما واجهته محافظة عدن من فوضى خلال فترة التحرر الطويلة، لأن لها سنة وستة أشهر إلى سنتين تقريبا من التحرر، إلا أنه نرى هناك ما زالت توجد فوضى أمنية، وذلك لعدم التنسيق الحقيقي للسلطة المحلية وإعادة أجهزة الدولة إلى العمل. طيب، يعني عندما نتحدث على أن هناك حاجة للدعم، هناك دائما مخاوف أن الأمر هذا سيطول إلى أن يأتي هذا الدعم من قبل الحكومة الشرعية في حال لم تكن هناك استجابة. كيف يمكن الاتيان بإفكار تحقق الأمن خارج نطاق الانتظار الذي يعني انتظار الدعم من قبل الشرعية؟ يمكن تحقيق هذا بإرادة المقاتلين وقيادة محافظة تعز والسلطة المحلية الداخلية. يجب تجنيد كل الموارد المحلية الداخلية لدعم حالة الأمن والجهاز الأمني. يتم كذلك يجب استخدام الأمثل لكل الموارد، الاستخدام الأمثل لكل الموارد وإن كانت شحيحة وبسيطة، ولكن استخدامها استخدام أمثل لخدمة الحالة الأمنية والخروج من هذه الحالة التي يرسلها في محافظة تعز. والتأثير على الحالة الأمنية في محافظة تعز هي لا تؤثر على محافظة تعز فقط، لأن محافظة تعز هي الحلقة الواصلة بين الشمال والجنوب، وهذا ما يعي
إليه تماما المخلوع، ولذلك يريد أن يدمر هذه الحلقة. فيجب الشرعية أن تدعم هذه الحلقة، لأنه تدمير الحالة الأمنية داخل محافظة تعز ستؤثر على المحافظات الأخرى عامة. نعم، طيب دعني أعود إلى ضيف الآخر قائد اللواء 22 ميكا العميد صادق سرحان. سيد العميد، إذن الآن هناك هذه الإشكالية الأمنية، هناك أيضا الجيش موجود في الجبهات لمواجهة ميليشيات الحوثي التي تحاول استمرار فرض الحصار وكذلك الدخول إلى المدينة، لكن في ظل هذا الوضع المواطن يشعر بنوع من اللا استقرار. هل هذا الأمر سينتهي في حال تراجعت ميليشيات الحوثي إلى أماكن أخرى بعيدة عن محافظة تعز؟ بالنسبة أريد أن أكمل ما قاله أستاذ العقيد، يعني أن الوضع الأمني في تعز مستهدف من قبل العدو على رأسنا علي عبد الله صالح والحوثي لسبب مهم جدا، وهو كيفية إشكال وصمود الجيش الوطني في مقاومته للانقلابيين، وكيف يتم إسقاط مدينة تعز. ولكن الجانب المهم هنا أن السلطة تعيد بسرعة بناء المؤسسات المدنية وخاصة الإرهابية من أجل الاستمرار في المقاومة وإشكال العدو. ضروري قيام الأجهزة الإدارية بتوفير الإمكانيات بقدر الإمكان. بالنسبة للمقاومة للجيش وصموده في الجبهات، هذا أنا أقول لك أنه مستمر برغم شحة الإمكانيات، ولكن العدو غير قادر على عمل أي اختراق في اتجاه داخل المدينة، وقد عجز من هذا، ويعني حاول كل ما عنده على فرض أو إيجاد مشاكل داخل المدينة من بث الطابور الخامس كما يقولوا والخلايا النائمة، ولكن إن شاء الله بنكون لها بالمرصاد ولن يتم لهم ذلك. نحن نشكر المحافظ على الجهود التي يقوم بها لبناء المؤسسات داخل المدينة، ولكن نطلب المزيد والسرعة في إيجاد هذه المؤسسات وضبط الإيرادات والعمل على إيجاد حلول يعني فورية حتى تتمكن السلطة العليا من إيصال الدعم للقوات المسلحة والأمن. إذن أشكرك قائد اللواء 22 ميكا العميد صادق سرحان، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وأعود إلى نائب مدير الأمن العقيد محمد عبد الله المحمودي. يعني سيادة العقيد، الآن هناك بعض الفصائل المسلحة تتواجد وتسيطر على بعض المناطق في المدينة، هل هذا يشكل عائقا أمامكم أنتم كأجهزة أمنية وأمام عملكم؟ هذا أحد العوائق الموجودة لدينا في محافظة تعز، لأن فصائل المقاومة يجب أن تعي وتفهم أن أنشئت لمحاربة العدو وليست لإدارة مدينة تعز. هذه الحالة ستنتهي في حالة تسريع دمج هذه الفصائل تحت الجيش الوطني اليمني. يجب أن الجيش الوطني اليمني أن يمتص هذه الفصائل وتدخل تحت ضمن شرعيته، ويتم التعامل مع الجيش الوطني كجهة رسمية محددة في التعاون مع إدارة الأمن. إذا أردنا التعاون مع هذا الجيش الوطني في إدارة بعض المناطق، إذا كانت إمكانياتنا ضعيفة، قد نحتاج للتنسيق المباشر مع الجيش الوطني في الإدارة أو في ضبط الحالة الأمنية في مدينة تعز. نعم، إذن نائب مدير الأمن العقيد محمد عبد الله المحمودي كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل ماهر أبو المجد وبقية أفراد الطاقم الفني. دمتم بخير، في أمان الله.